تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم
وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم جمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم،
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 56 في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى في سورة المنافقين المدنية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ونهايته قوله تعالى في ختام سورة التغابن المدنية أيضا: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. في بداية هذا الربع تواجهنا آية كريمة تلفت نظر المؤمنين إلى أن خطة الاعتدال والتوسط هي أرشد خطة يسلكها المؤمنون بالنسبة لأداء الحقوق والواجبات، بحيث يؤدون حقوق الله كما يؤدون حقوق أنفسهم وحقوق أهلهم وحقوق عامة الناس دون إفراط ولا تفريط. وبناء على هذا الأساس لا ينبغي للمؤمنين أن تلهيهم أموالهم أو يلهيهم أولادهم عن حقوق الله فيهملوها ويضيعوها بدعوى أن مشاغلهم المالية أو العائلية لا تترك لهم وقتا للتفكير في أداء هذه الحقوق. وإذا كان الإسلام يعتبر للإنسان على نفسه حقا ولأهله وأولاده عليه حقا ويشجعه على الوفاء بهذه الحقوق بل يطالبه بها إن قصر فيها أو أهملها بالمرة، فإنه لا يسمح للمسلم أن يسلك مسلك الإفراط في العناية بحقوقه الشخصية والعائلية ويسلك مسلك التفريط في مال الله عليه من حقوق. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمصب النهي في هذه الآية وما شابهها ليس هو مجرد العناية بالأموال والأولاد، وإنما مصب النهي بنص الآية هو الانهماك في الاشتغال بشؤون الأموال والأولاد إلى حد أن ينسى معه المسلم القيام بواجباته نحو الله، بحيث يستغرق استغراقا تاما في حظوظ نفسه وحظوظ عائلته وفي ترضية شهواته المختلفة دون انقطاع، ويلهيه ماله وولده عن الله. وانتقل كتاب الله إلى حض المسلمين مرة أخرى على إنفاق أموالهم في سبيل الله، فقد كانت فريضة الجهاد التي فرضها الله عليهم وهم بالمدينة دفاعا عن حوزة الإسلام ودولته الأولى كانت فريضة كبرى تحتاج إلى مدد لا ينقطع،
وإلى تضحية مستمرة بالأموال والأنفس. وبين كتاب الله أن خير البر عاجله، وأن الصدقة قبل حلول الأجل أضمن منها عند حلوله وأكثر ثوابا، إذ عند حلول الأجل لا يبقى أي مجال للانتظار ولا لتدارك ما فات. وذلك قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. والآن فلننتقل إلى سورة التغابن المدنية أيضا، وقد سميت بهذا الاسم أخذا من قوله تعالى فيها: ذلك يوم التغابن، وهي آخر السور المبدوءة بتسبيح الله المعروفة بالمسبحات من بين سور القرآن الكريم. وبعدما سجلت فاتحة هذه السورة توجه جميع المخلوقات إلى ربها بالتنزيه والحمد، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إن لم يكن منها كلها بلسان المقال فبلسان الحال في كل الأحوال. انتقلت الآيات الكريمة إلى التعبير عن حقيقة طبيعية ونفسية يميز الله بها الإنسان من بين جميع المخلوقات، ألا وهي تزويده بالاستعداد التام للاتجاه نحو الخير إن أراده، والاتجاه نحو الشر إن رغب فيه، وجعله حرا في اختيار ما يشاء من الهدى أو الضلال. وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي أن من اختار الكفر منكم كافر، ومن اختار الإيمان منكم آمن. ومن حرية الاختيار التي زود الله بها الإنسان نشأت مسؤوليته عن عمله، وجزاؤه خيرا إن عمل خيرا وشرا إن عمل شرا. أما من ناحية الخلق والتكوين فقد خلق الله الإنسان متساويا مزودا بنفس الملكات اللازمة ونفس الأجهزة الضرورية، وله بعد ذلك أن يختار، وعليه أن يتحمل مسؤولية اختياره في الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء التعقيب المناسب على ذلك بقوله تعالى: والله بما تعملون بصير. بصير أي أنه سبحانه يحصي أعمالكم ويراقب اختياراتكم ثم يجازيكم عليها بما أنتم أهل له. وعاد كتاب الله إلى التذكير بقدرة الله والتنويه بحكمته المتجلية في خلق السماوات والأرض وفي تصوير الإنسان على أحسن صورة، وفي ذلك تنبيه للإنسان ولا سيما إذا كان منحرفا عن الحق إلى أن يعود إلى الله، ودعوة له إلى أن يتدبر آياته في الآفاق والأنفس، إذ لا فضل عليه لأحد سواه، فهو الذي خلقه أحسن خلق، وصوره أحسن صورة، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهو الذي يستحق أن يحمد ويشكر ويعبد ولا يكفر، لا سيما وأن منه كان البدء وإليه ستكون العودة. وذلك قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وإليه المصير.
وقوله تعالى هنا وصوركم فأحسن صوركم يشير بالأصالة إلى تكوين الخلقة الإنسانية وصنعها في حد ذاتها وإلى هندستها الفريدة بين المخلوقات وإلى ما ميزها الله به من أجهزة ووظائف وخصائص جعلت الإنسان عموما سيد الأحياء المتفوق عليها جميعا ولو كان شكل بعض أفراده دميما وغير جميل فجمال الخلقة الإنسانية وكمال التركيب الإنساني لا يختلفان بالنسبة لغيره من الحيوانات غير الناطقة وإن كانت أشخاص الإنسان تتفاوت بعضها عن بعض في نسبة الجمال والتناسب ثم وضح كتاب الله أن علم الخالق سبحانه محيط بجميع خلقه بحيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه مطلع على ظواهر الناس وبواطنهم دون أي فرق ولا استثناء وبذلك لا يستطيع الإنسان وإن أسر ما في نفسه وأخفى ما في صدره لا يستطيع أن يتملص من رقابة الله أو أن يتخلص من عين الله التي تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فما على المؤمن إلا أن يحسب الحساب لرقابة الله عند كل خطوة يخطوها نحو الخير أو الشر وأن يقدر نتائج عمله وعواقبه كل التقدير وإلى هذا المعنى ينبه قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور وذكر كتاب الله مشركي قريش ومن لف لفهم بمصرع الأمم الغابرة التي تمردت على طاعة الله وتنكرت لأنبيائه ورسله واستكثرت على أفراد من البشر يعيشون بنظرانها أن اختارهم الله لرسالته بدلا من إرسال ملائكته فأنفت من طاعتهم واستكبرت عن اتباعهم فعاقبها الله بالخبال والوبال وقضى عليها بالخراب والدمار وذلك قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كان تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله أي استغنى عنهم والله غني حميد وكتاب الله عندما يذكر مشركي قريش بهذه الحقائق والوقائع يريد أن يبطل اعتراضهم على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاعتراضهم هو من جنس اعتراض الأمم الغابرة التي أصبحت في خبر كان ولو حققوا في الأمر لأدركوا أن رسالة المحمدية وما سابقها من رسالات إنما هي كرامة من الله للجنس البشري الذي استخلفه في الأرض وحمله أمانة التكليف وإذا كان الحق سبحانه قد أوجد الإنسان من العدم ونفخ فيه روح الحياة الناطقة التي ميزه بها على بقية الأحياء فما المانع أن يختار من بين خلقه من يؤهلهم لاستقبال رسالته وتلقيها من الملأ الأعلى ثم حملها وتبليغها إلى كافة الناس الله أعلم حيث يجعل رسالاته وأثار كتاب الله من جديد قضية البعث والنشأة الأخرى
ورد على مزاعم المشركين والكافرين المنكرين لهذه الحقيقة الثابتة، مبينا أن نشأة الآخرة في منطق العقلاء هي أيسر وأقرب من النشأة الأولى لو كانوا يعقلون. قال ابن كثير: أمر الله سبحانه رسوله أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده في 3 آيات من كتاب الله. الآية الأولى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل هي وربي، قل هي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والآية الثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى بلى وربي لتأتين لكم. والآية الثالثة في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبعد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بربه على توكيد أمر البعث 3 مرات في 3 سور لا يبقى محل لأي توكيد آخر، ووجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين ليزدادوا إيمان بالله ورسوله وليستضيئوا بالنور الذي نزل معه وهو نور القرآن، فهو في حقيقته نور منبثق من نور الله. الله نور السماوات والأرض، وهو في آثاره الظاهرة والباطنة نور لا يعادله أي نور، فبه تشرق القلوب وتنشرح الصدور، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وذلك قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ويتصل بهذا المعنى قوله تعالى في هذا الربع وفي هذه السورة أيضا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. انتقلت الآيات الكريمة للحديث عن يوم القيامة وما يناله فيه المؤمنون المصدقون والكافرون المكذبون، وبين كتاب الله أن يوم الجمع هو يوم التغابن، وسمي يوم القيامة يوم الجمع لأنه سيجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد من جميع الأجيال ومن جميع الخلائق بما فيهم ملائكة الرحمن. وسمي يوم القيامة أيضا يوم التغابن نظرا لأنه يفوز فيه فريق بدخول دار النعيم ويخسر فيه فريق بدخول دار الجحيم، فالخاسر مغبون بالنسبة للفائز ولا أمل له في الرجوع بالغبن أبدا، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وكما ابتدأت الآيات في هذا الربوع بحض المؤمنين على عدم الاستغراق في الشؤون الشخصية والعائلية إلى حد أن تضيع معه حقوق الله التي لا يسوغ التفريط فيها، إذ قال تعالى فيما سبق: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. عادت الآيات الكريمة إلى الحديث في آخر هذا الربوع عن نفس الموضوع، فبينت أن تكاليف الزوجات والأولاد ورغباتهم وشهواتهم قد تعرض الزوجة والوالدة
إلى التفريط في حقوق الله أو تدفعه إلى الاعتداء على حقوق الناس، وذلك حرصا منه على تلبية رغبات عائلته وخدمة مصالحها، وبذلك تنقلب الزوجة عدوا لزوجها وينقلب الأولاد أعداء لوالدهم، إذ يورطونه فيما لا تحمل عقباه مع الناس ومع الله، ويوقعونه في مآزق لا مخرج له منها إن لم يصحبه لطف الله. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وهذا تنبيه من الله للزوجات والأولاد حتى لا يكثروا من الضغط على الأزواج والوالدين، إذ ربما دفعهم ذلك الضغط إلى ارتكاب ما لا يرضى عنه الخلق ولا يقبله الدين. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين.